السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدين الكرام. اليوم جيت كنقدم لكم إن شاء الله واحد الأكلة اللي هي جدا رائعة، وخصوصا للناس ديال الريجيم أو الدايت، وصحية غنية بالخضار اللي فيهم الألياف وفيتامينات والحديد. هنايا عندي بروكلي أو كيفما كتشوفوا قطعته بهذه الطريقة هذه، وواحد مطيشة، واحد طماطم او مطيشة كما كنقولوا احنا باللغة العربية، قطعتها بهذه الطريقة هذه، وعندي فلفلة حمراء قطعتها بهذه الطريقة هذه، وانتم تقدروا تعوضوها باي فلفل حمار صفار خضار وملح ابزار. هادو خمسة د الابزارات مخلطين، وعندي هنايا جزر او جعدة وخزو مقطعة بهذه الطريقة هذه، جوج جزرات متوسطة الحجم، وما قشرتهمش حيتاش القشره ديال الجزر حتى هي غنيه بفيتامينات، كنصحكم انكم ما تقشروهاش. وعندي هنايا مشروم او شامبينيو او برغلو كيف ما كنقولوا حنايا باللغه المغربيه ديالنا. سبقت غليته في الماء لمده ما كملش 10 دقائق، غير باش ملي كنعملو مع الوجبه ديالي ما يتلقلش الماء، حتى البرغلو معروف كيتلق الماء على شي غليته قبل. وعندي هنايا ثلاثه صدور الدجاج مقطعين مكعبات كبار بحال الطريقه هذه. وعندي هنايا صحتر ثلاثه رؤوس الثوم محكوكين والقليل من الكمون. وعندي هنايا بصل مفروم بهذه الطريقه هذه مع قليل من زيت الزيتون، وغادي نمر ان شاء الله لطريقه التحضير. اولا كنشحر البصله مع الدجاج ديالي على نار متوسطه، وكنضيف لهم القليل من الملح لحسب كميه الدجاج اللي عندي. كيف ما كتشوفوا مشاهدينا الكرام، عندي هنا الدجاج ديالي كيتقلى مع البصله وقليل من الابزار. ان شاء الله نخليه على نار هادئه حتى يتقلى مزيان، عاد كنمر باش نضيف ليه بقيه الخضر ان شاء الله. مشاهدينا الاعزاء كيف ما كتشوفوا الدجاج ديالي تقلى مع البصله والملح، القليل من الملح والقليل من الابزار اللي درت له. وبهذه الطريقه غادي نقص على بوطه ديالي او الكوكه ديالي، غادي نقص منها لدرجه حراره جد حانية. انا عندي البوطه ديالي ديال الضو كنعملها على جوج على رقم جوج، وكنخليها كنغطي عليها كنخليها الدجاج ديالي يطيب ان شاء الله واحد ربع ساعه. مرحبا مشاهدينا الاعزاء، بعد ربع ساعه انا رجعت لكم. كيف ما كتشوفوا الطبق ديالي ها هو الدجاج، كنلاحظ بان الدجاج ديالي طاب معايا، ها هو الدجاج صدر الدجاج طاب معايا. وكيف ما كتلاحظوا بان هذا الماء انا ما ضفتش الماء نهائيا، هذا الماء ملي كتنقص البوطه ديالك وهذاك الشيء كيجي الماء بوحدو، كينضاف الماء الى الدجاج بوحدو كيطلق الماء. ودابا ان شاء الله غادي نزيد في البوطه ديالي باش يشرب هذا الماء هذا، وبعد ما يشرب الماء ديالي غادي غادي نمر معكم الى اضافه بقيه الخضر على بركه الله. كيف ما كتلاحظوا مشاهدينا الكرام، بعد ما نقص الماء ها هو زدت البوطه ونقص الماء زدت النار ديالي، غادي نضيف لها الجزر اللي قطعته بهذه الطريقه هذه، فلفل، غنضيف لها الثوم ديالي، نحرك بهذه الطريقة هذه. كنصحكم تجربوها لأنها جد غنية بالفيتامينات والألياف، وصدر الدجاج كما كتعرفوا خالي من الدسم، ما فيه شي سعرات حرارية بزاف. والناس ديال الدايت يقدروا يعملوا هاد الأكلة هذه اللي هي غنية بالخضر، يقدروا ياكلوها مع الخبز الأسمر او لا الارز الاسمر. بعد ان شاء الله نوريكم الطريقه ديال طبخ الارز اللي كيجي جد رائع، تعلمته مع عند الهنود. كنقص
من النار ديالي، هذا الدراق مجوج، فكنضيف هاد الخضر كاملة. ياك نغطي كل الطبق ديال الزرائع. بسم الله. بالنسبة للطماطم ديالي والمشروم او برغلو او شامبينيونيس كنخليهم هما الاخرين، حيت هما الطماطم كيف ما كتعرفوا دغيا كطيب، ومشروم ديجا عندي طايب في الماء. كنضيف الكمون ديالي، انا كيف ما كتلاحظ كنلاحظ بان الكمون جاني قليل، هنا كيجيني الكمون في الاكل، غادي نزيد نضيف شوية الكمون، وغادي نخلي النار متوسطة. انا عملت دابا على رقم 3، رقم 3، وغادي نشد الطبق ديالي وغادي نزيد نضيف عليه شويه ديال الكمون والصحتر. انا زديت نصف ملعقه كمون وهذا القليل من الزعتر اللي عندي. الزعتر كما كتعرفوا انه مفيد جدا، وكنصحكم تدخلوه في الطياب ديالكم لانه غني ب كيعالج البرد. بعد ما شحرت الخضره ديالي غادي نضيف عليهم الطماطم وغادي نحركها. وبالنسبه للملح، بالنسبه للملح كتقيس، الى جاك باقي خصك الملح كتضيف الملح. انا دابا باقي ما قيستها، غادي نشد على الطبق ديالي ونخليه، وغادي نضيف له حتى المشروم ونشد على الطبق ديالي ونخليه ونراقبه. وبالنسبه للخضر ما كنخليهاش حتى تنضج نهائيا، كتبقى مقرمشه. بالنسبه للبروكلي كنصحكم بانكم ما تطيبوهش بزاف، والجزر حتى هي كتبقى مقرمشه. في النهايه غادي نوريكم الطبق ديالي كيفاش على بركة الله. مشاهدينا الاعزاء، انا رجعت لكم بعد 7 دقائق. كيف ما كتشوفوا الخضره ديالي هي طيبه غزاله مزيانه بهذه الطريقه هذه، خصها تبقى حافظه على القوام ديالها، والجزر حتى هو خصو يبقى هايده بحال اللي كتشوفوا بهذه الطريقه هذه. وبروكلي كيف ما كتشوفوا اللون ديالو ما كيتغيرش بزاف، كيبقى اخضر ما كيرجعش. هنا كيف ما كتلاحظوا بدا كيدخل فيه الطياب بزاف، بدا كيرجع اخضر غامق، خصو يبقى اخضر مفتوح. وها هي الخضره ديالي صحيه ورائعه، وكنصح بها الناس ديال الريجيم لانها جد جد رائعه. الناس اللي ما خصهمش الوزن الزائد كنصحهم بانهم ياكلوا هذه الاكله هذه، وكنصحكم جميعا انكم تجربوها وتجاوبوني ان شاء الله في الصفحه ديالي، ونسمع الاراء ديالكم، تشاركوني الاراء ديالكم، والحاجه اللي ما عجبتكمش قولوها لي. وكنتمنى ان الاعجاب ديالكم، واللي غادي نقول لكم الصحه والراحه، اكله شهيه. تنمر لطبقه التقديم وتشوفوا على بركه الله ان شاء الله. هذا هو الطبق النهائي مشاهدينا الكرام، كيجي جد جد رائع، كنصحكم باش تجربوه وتشاركوني الاراء ديالكم ان شاء الله. وتقدر تزيد معاه بيرسلي او كورياندا اللي هو حنا كنقولوا له بالمغربيه ديالنا القزبر والمعدنوس، تقدر تضيفه له في النهائيه مقطع صغير صغير، وايضا تقدر تضيف له القليل من زيت الزيتون. وبالصحه والراحه، كنتمنى الطبق ديالي ينال الاعجاب ديالكم، وتشاركوني الاراء ديالكم، والى اللقاء في طبق جديد ان شاء الله.